النهارده بقى عايزه اتكلم عن الطقس. احنا بقى لنا كده من امبارح الطقس بيلعب معانا كده لعبه مش فاهمينها. يعني المفروض ان احنا الدنيا ربيع والجو بديع، فلقينا حراره عاليه جدا وبعدين ابتدينا نلاقي انخفاض جامد جدا في درجات الحراره. يعني مثلا بيتوقع خبراء هيئه الارصاد الجويه ان يسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على فترات الليل والصباح الباكر، وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ومن المتوقع أن بكرة هيبقى فيه انخفاض أكتر في درجات الحرارة. لكن تعالوا نشوف درجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات الجمهورية. خلونا نبتدي بالقاهرة. القاهرة العظمى 28، أما الصغرى 15، الإسكندرية 21، الصغرى 16، الإسماعيلية 27، الصغرى 15، الدقهلية 26، 15، الغردقة 32، 21، أما المنيا ف 31، 15. لو تاخدوا بالكم أن درجات الحرارة الصغرى منخفضة بعض الشيء علشان اللي بيخرج بالليل، وفي ناس بتحب تتسحر بالليل وكده، يبقى عامل حسابه، يبقى عارفة أنت تتسحر خارج المنزل، يبقى عامل حسابه أن هو يبقى لابس تقيل شوية. طب تعالوا ننتقل للعواصم العربية والعالمية ونشوف درجات الحرارة فيها إيه. درجة الحرارة في الرياض 28، الصغرى 24، أبو ظبي 31، 25، أنقرة 13-3، لندن 17-12، واشنطن 21-13، أما بكين 27-12.